متابعينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، احيي بكم وبحضراتكم في انطلاق جديد من انطلاقات الخير والبركه شوطنا الثاني الذي اندفع في هذه اللحظات واول اشواط الابكار المهجنات الاصايل التي تنطلق في صباحيه هذا اليوم في عاصمه ميادين السباقات في ميدان الوثبه في هذه المنافسة العملاقة والكبيرة. سير مباشرة الى المركز الاول الى الصدارة الاولى الى الترف اللي على المركز الاول لعبيد بن ناصر بقبية المنصوري من يتقدم ويتحرك هنا على المستوى الاول من خلال هذه المنافسة. انتقل الى ثمينة، ثمينة هو الشوط ثمين يا ثمينة للزفرة بن سلم بزفنه العامري ينتقل الى المركز الثالث لليمامة، اليمامة لاحمد بن محمد بن دقاش العامري، بينما المركز الرابع الزود بشعار عبد الله بن حمد بن علي اليديلي، بينما المركز الخامس من وصل وتحرك معزة يا معزة هنا في منطقة التحدي عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري، ياتي هنا السناري معلنا لأداء كبير وانطلاق مميز، بينما المركز السادس وصلت وتحركت نهابة، وصل شعار راشد بن سالم بن علي الغيلاني يتحرك بنهابة على المستوى السادس في هذه اللحظات، بينما المركز السابع امجاد بشعار احمد بن نصيب بن عبيد الينيبي ياتي على المركز السابع، بينما المركز الثامن زعفرانه يا زعفرانه بشعار حمد بن صالح بن طرشوم العامري، والتاسع المراكز مع انطلاقه العفريت لمبارك بن راشد بن رباعي المنصور، وعاشر المراكز مع الشهامة القادمة بشعار محمد بن سعيد بن حمدش الخيلي، عودة حميدة يا بن حمدش مع هذا الأداء الكبير مع الانطلاقات في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة في هذا الملتقى الكبير الذي يجمع ما بين الأبطال، يجمع ما بين الشعارات، يجمع ما بين الاسماء الجميلة. بقبية بقبية ينطلق على المركز الاول، يقدم لنا ترف في منطقة الترف في المنطقة الاولى في منطقة الاستهداف، منطقة المستهدفة من لدى الجميع، الكل عين عليك يا بقبية. عبيد بن ناصر بقبية المنصوري يقدم هذه النوعية الفاخرة، النوعية الجميلة غادمة من العين، غادمة من العين، يقدم هذا الأداء الكبير. انتقل إلى ثمينة، إلى ثمينة هنا مع هذا الانطلاق للزفنة بن مسلم بالزفنة العامري يقدم لنا ثمينة في هذا الملتقى الثمين، لكن اللي وصلت نهابة يا نهابة، بدأت تنهب المراكز، مركز تلوى مركز يقدمها راشد بن سالم بن علي الغيلاني، بو محمد غادم يقدم لنا الشعار الكبير الذي يحضر في جميع المحافل. انتقل الى المركز الرابع، فمن اجد معزة معزة عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري، الله بندقاش غادم يقدم لنا اليمامة، يقدم لنا اليمامة احمد بن محمد بندقاش العامري، ولعت المنافسة بقبية ما زال متقدم، ما زال متحرك، وبن
بندقاش غادم والغيلاني أيضا يقدم لنا نهاب وبندقاش يقدم اليمامة. الله يا هي معركة، لكن إيديلي إيديلي على المركز الخامس. شوفوا الزود 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 عبد الله بن حمد بن علي إيديلي بالنظيمة بالنظيمة هنا مع هذا الأداء الجميل بالنظيم في اللحظات الجميلة بالنظيم بالذكريات القديمة يحقق الفوز. سلام الزهرة، سلام سلام السلطنة، سلام سلام لمالك الزود عبد الله بن حمد بالنظيم إيديلي يحقق هذا الفوز والانتصار الجميل في اللحظات الأخيرة. ما شاء الله عليها وعلى المركز الثاني ترف عبيد بن ناصر بقبي المنصوري، المركز الثالث وصلت نهابة راشد بن سالم بن علي الغيلاني، المركز الرابع كان مع ايضا بالدقاش اللي حضر مع الامام احمد بن محمد بالدقاش العامري، المركز الخامس كانت حاضرة هي ثمين الزفنة بمسلم بالزفنة العامرية. اذا الإيديلي ما شاء الله بالنظيمة هنا مبدع يقدم التوقيت الافضل 5 دقائق 59 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس لمالك الزود، وعندها الزود في اللحظات الاخيرة. هنا عبد الله بن حمد بن علي الإيديلي المركز الثاني 5 دقائق 59 ثانية 7 أجزاء من الثانية كانت حاضرة هي ترف، ادت عرض رايح تشكر عليه ويشكر مالكها عبيد بن ناصر بقبي المنصوري. شكرا هزاع الغيلاني. المركز الثالث هنا كانت ايضا 6 دقائق بدون ثواني 5 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لمالك نهابة راشد بن سالم بن علي الغيلاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.